صباح الخير مشاهدينا الكرام متابعينا، يا مرحبا ويانا. صباح الخير زملائي في الاستديو، شراقه جديده مشراقه صباح الشارج، ويوم جديد وجوله جديده في سوق الجبيل ان شاء الله وياكم. اليوم بنتعرف وياكم على انواع الاسماك الموجوده والاسعار. طبعا مثل ما تعرفون نوهنا قبل موسم، الحين موسم نجم السهيل، نجم السهيل طويل بعماركم، السمك كله يرد على السيف، والموسم حاليا موجود عندنا، بيكون عندنا الخباط، بيكون عندنا الجش، بيكون عندنا ان شاء الله التبان. فخلينا نشوف اليوم شو موجود في السوق ونشوف وياكم الاسعار. عندنا هنا الجش تيتي موجود اليوم متوفر بعد. السلام عليكم. كيف الحال ابوي؟ طيب، على كم الجش اليوم واصل؟ جش كم واصل؟ 40 درهم للكيلو. 40 درهم للكيلو الجش اليوم واصل، زائد سعر من 35 الى 40. الشعري الاربعي كم اليوم؟ 35 نازل سعره، مسات على 40، اليوم على 35 الجش واصل. وعندك يسمونه هنا هذا الباشخيل، على كم عفوا؟ الباشخيل 25. على كم؟ 25 الباشخيل اليوم واصل. وعندك الكوفر كم واصل؟ هذا فريده 35. 35 الكوفر يسمونه، حد يسميه فريده وحد هذا، ايوه. على 35 مرتفع السعر، امسات على 25، اليوم 35. واليوم السمان ما شاء الله السمان اليوم على كم السمان؟ 50 درهم 50 الكيلو، أيوة. 50 السمان امسات على 25 و30 زين، هذا اليوم على 50 ما شاء الله، سعر شويه مرتفع. يعطيك العافيه. مثل ما شفتوا وياي مشاهدين الكرام، الدش هاي عندهم الجش والشعر العربي، وعندهم الباشخيل، وعندهم الشخير والباشخيل، وعندهم الكوفر والسمان. السمان اليوم على 50. بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام، بنشوف ان دكه ثاني هنا بعد ما تعرفون الربيان، لازم بعد نسال عنه، بنشوف الربيان اليوم كم واصل. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، يعطيك العافيه. شو الربيان اليوم على كم السعر؟ الجامبو التايجر هنا الكبار في 85 درهم 85 درهم كبير، هذا الكبار على 85 درهم، صار من اسبوعين سعرهم ثابت 85 درهم، والصغار 75 درهم 75 75 كان على 60 امسات، اليوم 75. اليوم الربيان شوي سعر مرتفع 60 درهم هذه. كم هنا؟ 60 60 كان 50 60، وهناك 45 درهم 45 كان على 30، اليوم على 45. الاحجام اليوم مختلفه، بدايه عندنا هنا على 35، كان على 45 عفوا كان 35، وهني على 65 على 60 كان ب 50، وهني على 60 ب 75، وهناك 85 سعره ثابت. وعندنا بعد الزبيدي هنا، الزبيدي على كم واصل اليوم؟ 45 درهم في مال ايران هذه 45 الزبيدي، ايوه. ارفع لي اياها شوي الله يخليك، ان شاء الله. مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، زبيدي على 45 درهم الكيلو، نازل سعره من 65 الى 45. طبعا هاي الحبات الصغيره، جولتنا مستمر وياكم. نشوف هنا بعد عندنا طولي بعماركم، عندنا هنا كيف الحال؟ عندنا السمان، وعندنا السلطان ابراهيم والحمام، وعندنا الشخيري بعد. خلينا نشوف وياكم السمان على كم اليوم من الصغار؟ كيلو 30 درهم صار. كيلو ب 30؟ ايه. كيلو ب 30 السمان، الحبات الصغيره. الكبار على 50 قال لي هناكي، انزين. ولا سلطان ابراهيم على كم؟ سلطان 25 درهم. 25 سلطان ابراهيم؟ ايه. 25 من 30 الى 25 نازل. الفرش هنا، الفرش حبه وحده عندك؟ كيلو 20 درهم فرش. كيلو ب 20، كيلو ب 20 الفرش، الفرش قام شوي بعد شوي قام يوقف في السوق ماشي. الحمام على كم؟ حمام كيلو 25 25 25 من 30 الى 25. بنشوف وياكم هنا مشاهدينا الكرام، بعد عندكم الشنكره، وعندنا الهوامير الحبات الصغيره، والشعري الكبار ما شاء الله، وعندنا اللي هو البياح. هنا على كم الهامور؟ هامور هذا كيلو 70 درهم. كيلو ب 70، كيلو ب 70 الهامور. والشنكره على كم؟ هذا حمراء. حمراء 35 درهم كيلو. 35؟ ايه 35. لحظه شوي ارفع لي اياها، على 35 ما شاء الله، 35 درهم واصله، كانت على 25 و 35. العربي على كم الشعري هنا؟ الشعري هذا مال طرات كيلو 40 درهم. كيلو ب 40، كيلو ب 40 حبات الكبير الشعري، كيلو ب 40. والشخير شفناه مساع على 35. عندكم البياح، البياح المصري ولا مال هنا؟ لا هذا بياح مال مصري. ما على كم؟ كيلو 25 درهم. كيلو 25 البياح، كيلو 25 البياح. يعطيكم العافيه مشاهدينا، شفتوا وياي اليوم السوم في السوق الاسعار كم واصله؟ في اشياء مرتفعه واشياء زايد سعرها شويه، والربيان مثل ما شفتوا شويه مرتفع سعره. الحين مثل ما شفتوا وياي شفنا وعرفنا انواع الاسماك والاسعار الموجوده هنا، خلونا ننتقل الى قسم ثاني من السوق، حياكم وياي.
مشاهدينا جولتنا كانت وياكم في قسم الاسماك، خلصت وياكم الحين الجوله، بننتقل وياكم على جوله ثانيه اللي هي الخضار والفواكه. بنشوف وياكم من اليوم اسعار الخضره والفواكه كم واصله. مثل ما تشوفون وياي عندي هنا عندي اليح وعندي الاناناس وعندي الكمثره وعندي الباباي. خلينا نشوف وياكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك بيه؟ تمام. اليوم اليح كم واصل؟ يا سي صغير في حبة كيلو درهمين، بس بيه شويه درهمين ونص. الحبة نفس الاسبوع اللي طاف، حلقات صغيره، عفوا الحبات الصغيره على درهمين والكبار على درهمين ونص، والاناناس على كم فوق؟ انا سويتها على 7 دراهم. 7 دراهم الكيلو؟ لا ها، حبه واحده 7 ما شاء الله. ملوين هذا؟ مال ساوث افريكا. ساوث افريكا جنوب افريقيا. انزين، بنتجدد وياك بنشوف شو عندك بعد. عندك الشمام، شمام ملوين ما شاء الله. شمام مال ايران هذا. شمام ايراني على كم واصل؟ هذا كيلو 5 دراهم. كيلو بخمس دراهم، كيلو خمس دراهم، سعره ثابت تقريبا من فتره. الشمام ما تغير سعره، واليح بعد نفس الشيء. الهمبه هذا باكستاني؟ هذا باكستاني ده. كم سعر؟ كيلو 7 دراهم. كيلو 7 دراهم. أيوة. كيلو 7 دراهم الهمبه الباكستاني، حبات مثل ما تشوفون وياي هنا على 7 دراهم. 7 دراهم الكيلو. والرمان عندك نوعين، رمان هذا ملوين؟ هذا مال مصر هذا. رمان مصري؟ رمان مصري ما شاء الله، شوف الحب ايش كبره. على كم؟ كيلو 5 دراهم. كيلو بخمس دراهم الرمان المصري، كيلو 5 دراهم. واليمني على كم هنا؟ يمني 10. 10 دراهم، 10 دراهم. عندك انت كم نوع هنا؟ العنب 1 2 3 4 5، 5 انواع عنب. شو الملوين العنب هذا؟ هذا في مال ايراني، في مال استراليا، في بعض مال افريقيا. والاسعار كيف؟ سعر سعر كذا ذا كيلو 10 درهم 8 درهم ب 10 و8. ايوه، شيء ب 10 شيء ب 8. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. يلا مشاهدينا بنكمل جولتنا وياكم بعد، بننتقل على قسم الخضار هنا اليوم، بنشوف الطماط كم واصل والخس كم واصل. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. خبرنا شو الطماط عندك اليوم؟ هذا ملوين الطماط؟ الله يبارك. على كم الكيلو؟ كيلو 3. كيلو 3 دراهم. سحاره كم هنا؟ 15. 15. 15 هني الايراني على السحاره على 15 درهم. ايوه. انزين، والثاني شو عندك هناك الحبات الكبيره هنا؟ هذا في ايران هذا. هذا بعد ايراني. واللي وراه نفس الشيء. كله نفس الشيء. انزين، تعال خلينا نشوف برا عنه. الخس كم واصل اليوم؟ 6 كيلو 5 درهم. 5 دراهم الخس؟ 5 دراهم الكيلو، كان 4 على 5 حينه. انزين، وشو عندك بعد انت خضار؟ في درجر في كله درهم هذا. هاي غطات على درهم، بصل على درهم، سجل على درهم. انزين. عندك شو بعد؟ في جوز الهند في زين، الاوماني في، هندي في. جوز الهند على كم؟ في 5 في 4 في. 5 و4. أيوة. زين، تعال يا انا بنشوف عندك هنا باقي الاسعار. عندك هنا البطاط على كم واصل؟ البطاطا كيلو 3 دراهم. كيلو ب 3 دراهم. اللبنان هذا. اوه زين، ناقص سعره. أيوة. كان 4 اليوم 3. أيوة. البصل الابيض هذاك على كم؟ 5 دراهم. 5 دراهم؟ آه. واللي فوق؟ هذا كم؟ 4 دراهم. هذا درهمين. هذا 4 وهذا درهمين وهذا؟ هذا درهمين. هذا درهمين وهذا 5 وهنا؟ 4 دراهم. البصل الهندي على درهمين، الابيض على لبناني على 5، والثاني اسباني على 4 دراهم. وقلنا هناك القرع على كم هنا؟ البوبر كيلو 3 دراهم. كيلو 3 دراهم. عندك انت 3 انواع ولا نوعين مليواني هنا من البطاط هنا، شو على كم السعر بعد؟ 15 درهم كامل. 15 هنا وهني؟ في 13 درهم. 13 درهم. هذا كل لبناني ولا فرق سعودي وهذا؟ كل لبناني. صفي هذا جرع مل هذا. وزي وهذه يواني صغيره من البصل على كم؟ هذا 5 دراهم. كسير كيس. هاي له؟ ايوه. على 5. على 5 البصل الهندي، الربطه هاي. هاي على 5؟ 5 دراهم. على 5 دراهم مثل ما تشوفون ويا المشاهدين الكرام. الاسعار طبعا تختلف كل اسبوع عن شيء بسيط تقريبا، من درهم الى درهمين مثل ما شفتوا وياي. اليوم الطماط شوي نازل سعره، امسات كان على 8 و9 واليوم واصل على 4 دراهم، على 4 دراهم واصل مثل ما شفتوا وياي. وان شاء الله تكونوا استفدتوا وياي من جولتي اليوم قسم الخضار. بننتقل وياكم الحين على قسم ثاني موجود في سوق الجبيل اللي هو قسم الاجبان والالبان. حياكم وياي. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى قسم الاجبان والالبان والمخللات الموجود بعد سوق الجبيل، موقع اول ما تدخل الباب الرئيسي من قسم الخضره، اخر محل على اليمين يكون، على اليمين عفوا. بنشوف وياكم هنا عندنا طبعا المخللات بانواعها، الزيتون الاخضر، الاسود، الاسباني، المصري، السوري، عندنا جميع انواع المخللات ما شاء الله، حتى الفلفل والشطه والبهارات. وعندكم بعد هنا اللي يدور على زيوت زيت الزيتون عندنا هنا بعد، الدبه هنا، ربوع الشام،
هذا بكر عصره اولى. السلام عليكم. عليكم صباح الخير، كيف الحال استاذي؟ طيب يعطيك العافيه. خبرنا عن الزيتون هنا، زيت زيتون هذا عفوا. هذا زيتون سوري 5 لتر. 5 لتر على السعر 100 درهم. 100 درهم 100 درهم سعر ال 100 لتر هنا السعر عندكم. عندنا هني بعد مجموعه من انواع الشطه، عندنا الشطه السوريه والشطه الاردنيه. شو الفرق بين الشطه والشطه؟ شو الفرق؟ هاي الشطه السوريه ناعمه شويه. ايه ماشي، وهي خشنه شويه، بس هاي حاره كثير اللي هي الاردنيه. هذه تكون حاره زياده حارة عن السوريه. ايوه انزين. وعندك هنا انواع الزيتون طبعا مثل ما تشوفون وياي مشاهدينا الكرام، عندنا الزيتون حبات الكبيره وحبات الصغيره. هذا من وين الزيتون عفوا؟ هذا زيتون مصري. هذا مصري، على كم كيلو؟ كيلو ب20. كيلو ب20، وهنا كيلو مخلل؟ برضه الزيتون ده برضه كيلو ب20 سوري. كيلو ب20 سوري، انزين. عندك الاسباني على كم؟ الكيلو 15. 15 15 وفي 18 المخلي. ايوه و20 الشرائح. ايوه، مشاهدينا الكرام، الجماعه اللي يحبون يتريقون او يتعشون اجبان ومخللات ويحبون السندويشات والامور هذه، يمرون سوق الجبيل. طبعا اخر محل مثل ما خبرتكم موجود عنده ما شاء الله، عنده جبن وعنده زيتون وعنده جميع الاشياء اللي تبونها، اللي مثل خلق الله تحب تتريقها الصبح، ولا يحبون يتعشونها، يحبون يتعشونها. ونشوف وياكم هنا انواع الاجبان الموجوده وشو جديد هذا المحل، شو عنده جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. خبرني شو عندك؟ في الاجبان المصريه كلها بجميع انواعها. نعم ماشي. عندك جماعه، عندك برضه جبنه سوري عكاوي ومشلله، عندك فيتا سعودي ماشي، عندك جبن محليه. ايوه عندك جبنه تشيكي، عندك جبنه فلسطينيه ماشي. انزين، وهذا الجبن الاصفر شو عفوا الجبن الاصفر؟ هاي جبنه مطبوخه. جبنه مطبوخه؟ مطبوخه يعني فيها نكهه الفلفل. ها فيها نكهه الفلفل يعني بهارات فيها. أيوة. فيها فلفل. انزين، والاسعار مثل ما تشوفون اللوحه موجوده، الكيلو على 30 13 20 و25 وعندكم 27 و24 وجبنه النابلسيه بعد. عندك وفرت النابلسي بعد ما شاء الله هالاسبوع. النابلسي على كم واصله؟ النابلسي فيها النابلسي اللي هي الفلسطينيه. ايوه غنم مش بار. هذه اللي في القسم الثاني. اما هنا هذه مال البقر. هذه مال البقر، هاي على 33 درهم. والثاني هنا على كم؟ على 43. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا ويانا جولتنا اليوم كانت خلصناها من الخضره والفواكه، ويناكم عند الاجبان والالبان والزيتون مثل ما نوهت. جماعة اللي يحبون يتريقون او يتعشون الاشياء الخفيفه مثل ما شفتوا، عندكم المخللات، عندكم الاجبان بانواعها موجوده. وان شاء الله تكونوا استفدتوا وياي اليوم جولتي اللي كانت شامله في السوق. طبعا بديناها من السمك والخضره والاجبان واللحوم. ويعطيكم الف عافيه. خلونا الحين نرجع للاستديو نكمل باقي فقرات البرنامج مع الزملاء في الاستديو.